لاعبين كره ناشطين ماشطين حتى لو عصابين حتى كيطيح واحد في صحابك مشيتي كتجري عنده بنتلي كيدو ولا رجليه تبدل الشكل ديالها حتى وليتي صعيب تشوف فيها وانا هاري بديت كتنفخ وما كيقدرش يحركها كاع اتق اتق راه يقدر يكون مهرس بلا ما دير فيها عميق وتبقى عليه حرك رجليك ولا تمشى عليها ولا تجبد فيها نسى هادشي نسى راه غادي تزيد تكفس الوضعيه خاصو يجمد في بلاصتو خد جوج ديال الكرطونات ودورهم على البلاصه اللي مهرسه وحزمهم بحال الجبيره ولا كانت ديك البلاصه هي يديه علق عليه مع عنقو بحال هكذا بالوضع اللي كيريح لانه العظم كيكون مهرس وفي ذاك الوضع ما كيقيش ليه شي اعصاب حسيه سولو وتاكد انه مرتاح وطبعا ضروري يمشي يشوف طبيب بسرعه وما يكون باس